يقول وقعت مشكلة بين أخته وزوجها فذهبت إلى بيت أهلها. جلست يومين استغرب الأب، الأم تدري بس الأب ما يدري، فقال لماذا فلانة في البيت؟ قالت والله زعلانة على زوجها. قالت وليش زعلانة؟ قال يتصل عليه على طول مباشرة، فلان تعال. جاء الزوج يقول قريبي، يقول كنت أنا وأبي وأختي وزوجها. فقال أبي لزوجها شو المشكلة؟ يقول فتكلمت هي معتزة الحين، أبوها وأخوها موجودين، قالت يا يبا فعل كذا وكذا. أنا طبعا ما أدعو إلى هذا، أقول كل ما صار. يقول عطاها طراق، عطاها كف ازحفت 3 أمتار. يوم طقها منو أول من دافع عنها؟ زوجها. يوم تلقى هو طبعا ضربها زعلان، يقول ليش تكلمين بصوت عالي عندي وعند زوجك وأنا ما سألتك؟ جو تلقف عمه، قال عمي أنا اللي غلطان. قال أنت اللي غلطان؟ قال أخذ زوجك وطلع برا يلا يلا. يقول قال الله إن شاء الله إن شاء الله. من 18 سنة يقول ليه ما ولا مشكلة بينهم. إما أن يتدخل الأبوان بخير، أنا ما أدري حيث تصفطون بناتكم الحين طراقات، وإما أن لا يتدخل.